سخنة، بدي أروح أشرب على صحتكم، بدي أروح أجيب كاس. مرحبا مرحبا صديقاتي وأصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من أحمد حرن. اليوم على أساس حلقة حوار مفتوح، لكن أحمد اتفق معي أو اقترح أنه اليوم نلغي حلقة حوار مفتوح ونعملها حملة دعم لعائلة فقيدنا وحبيبنا جان برو. فطبعا مشكورا أحمد على الحركة دي، وحبيت أقول لكم يعني آخر التطورات اللي صارت. يعني بكرة راح تصير الدفنة، راح يدفنوا فقيدنا جان، وأنا تكلمت مع زوجته وقالت لي إنه يعني التبرعات وصلت لحدود 2000 جنيه استرليني، فأعتقد استدانوا 1000 الباقية. ويعني كنت أتمنى إنه التبرعات تكون أكثر من يعني المبلغ هذا، لأنه ما أقل شيء يعني 3000 جنيه للدفنة محتاجين. ف يعني عملنا حملة أخرى وأخيرة لدعم أخونا جان. هذا مو معناته أخيرة إنه ما فيش تبرعات، لا، تبرعات موجودة في أي وقت، أي واحد يقدر يتبرع، لكن الحلقة هاي تكون الأخيرة من على مود جمع التبرعات. طبعا أحب أذكر بداية الحلقة إنه إحدى الأخوات، يعني ما راح أذكر اسمها بالكامل، بس ضروري أذكر يعني موقفها، لوحدها تبرعت 1000 جنيه استرليني، يعني هي 1000 الباقين كلهم 1000. فيعني الأخت رجاء هي من تبرعت، ما راح أقول الاسم الكامل، تبرعت بهذا المبلغ، مشكورة وأشكرها من كل قلبي وبالنيابة عن عائلة الفقيد. وزوجته أيضا شكرت الأخت رجاء وطلبت مني أشكر جميع اللي ساهموا، سواء مساعدات عينية أو نشر حلقات أو نشر رقم الحساب أو دعم بواسطة الحلقات اللي عملناها، يعني كلها يعتبر دعم ومساعدة لهذه العائلة. فإحنا يعني عاوزين اليوم أيضا يعني يعني نكمل ما بدأناه، لأنه المبلغ بعده مو كامل، وأتمنى من أصدقائي أنه أيضاً البقية يساهمون في التبرع، حتى على الأقل يدفنوا بكرة بسلام. بكرة راح تصير الدفنة الساعة 10 صباحاً، وأعتقد أخونا يسري راح يكون موجود. أنا حصل عندي ظرف طارئ ما قدرت أكون موجود، وخبرت زوجة أخونا وفقيد نجان، قلت له على ظرف الطارئ، ولكن بركة بيسري راح يكون بكرة موجود وراح يوافينا بآخر التطورات اللي تصير هناك. يعني فبداية حبيت يعني احنا الأصدقاء نبدي ونقول يعني كلام في هذا اليوم، في هذا يعني نتذكر أخونا جان، صار للآن متوفي حدود 10 أيام. فنتمنى يكون الدعم مستمر، وهو أخونا وصديقنا ولازم نتذكره ولو بشيء بسيط. يعني فأنطي الكلمة لنبينا سامي باعتباره يعني أكبرنا سنا، وبعدين نتطرق لبقية الأخوة. تفضل نبينا. أخي جان، أشرب على صحبك كما العادة ونم بسلام.
وأنت في قلبنا مهما كنت بعيد. فتعازي لعائلتك ولن ننساك. فعلى صحتك صديقي جان، وسنكمل المشوار، وآمل أن نكون على مستوى الثقة اللي كنت واضحة فينا. وأشرب على صحة جميع المشاهدين. إذا طيب الله ثرى صديقنا جان، فصحته. صحتين صحتين على قلبك نبينا. يعني نقدر يعني نعطي الكلمة لأخونا أحمد حرقان إذا عنده حاجة عاوز يقولها. تفضل أحمد. شكرا بالحقيقة، شكرا ليك على مبادرتك وكل مبادراتك من أجل جان يعني، وشكرا للصديقة العظيمة رجاء اللي تبرعت بألف جنيه استرليني 50% من التبرعات كلها، ونتمنى أن نتعرف عليها ونشكرها يعني. وشكرا لكل المشاهدين اللي هيدعموا جان واللي دعموا جان وعائلته، ونتمنى يعني نعرفهم واحد واحد ونشكرهم يعني. شكرا جزيلا. برضو في حاجة مهمة، ان احنا لو كل الحلقات اللي عملها جان لو شيرناها ورفعناها على القنوات بتاعتنا، فضل اللي كان بيسعى ليه جان احنا نمشي في نسعى فيه يعني، ده يبقى من اعظم الحاجات اللي ممكن نقدمها له. شكرا يا ابو الحاج. شكرا شكرا احمد. طبعا جان في القلب ولن ينسى بسهوله، وانا ما اعتقد في يوم يمر اذا ما يكون على خاطري، او لانه انا متعود كل مره يعني يتكلم معي فاقول صدقوني هاي الحقيقه. انسى مرات انه متوفي، اقول ابص اشو بعت لي رساله ولا لا، وبعدين اتذكر يعني انه اشوف، لانه نعمل حلقات مع بعض فانسى وانظر الى حسابه اشوف بعت لي على سكايب اشوف بعت لي شيء ولا لا، فارجع اقول انا يعني شو جاي اعمل يعني مش عارف يعني. يعني صعب علي انا سواي مشكلتي لما اكون يعني اتخذ احد صديق صديق حقيقي، واي مكروه يصيبه انا اتدمر نفسيا يعني، مش حتى لو مش عاوز ما بقدر يعني، لازم هالشيء ياثر علي. نوجه الكلمه لاخونا اخونا فراس. الى حبيبي يقول شيء، تفضل حبيبي. بتمنى الصوت واضح، راح اسكر الكاميرا مشان ما يقطعش هذا يعني. شكرا لك ابو الحكم، فعلا انت يعني نعم الصديق، ويعني جربه جملك تحيه من قلبي يعني. انت يعني اول مين عرف وخبرتنا وعملت الحمله الاولى وهي، فيعني ايش مشكور جدا على الامر هذا اللي عملته. بدي اشكر الجميع يعني، احمد وسامي واستاذ وكل مين شخص شارك سواء بهذيك الحلقه او بهاي الحلقه او راح يشارك، لانه فعلا هذا عمل انساني، وهذا واجبنا الانساني اصلا قدام جان اللي كان صاحب مبدا صاحب قضيه، عاش كرمالها اشتغل كرمالها. بيستاهل جان انه نوقف معاه، بيستاهل جان انه يتكرم حقيقه ويضل اسمه موجود على قنواتنا وبشغلنا فهذا الشيء انا ادعو الناس يعني حقيقه المتابعين انه يعني المبلغ اللي بقي يعني راح الكثير بقي القليل، كل انسان حسب قدرته يعني انه يقدر ايش يدعم ماديا او ما شابه، او على الاقل اذا مش قادر تدعم ماديا فيك تسوي شير لها الحلقه هاي لحتى ممكن حدا تاني مقتدر ماديا يدفع. نحاول ندعم باللي بنقدر عليه، فهي امر مهم يعني. بس يعني ولو العزاء لأهل جان ولزوجته ولنا طبعا كمان
صديقنا جان، وبحب أقول إنه قناة جان راح تستمر، قناة إجهر تستمر من خلال أبو الحكم، وما راح نترك هالقناة ليش؟ لحتى يضل اسمه، لحتى يضل اسمه، ولحتى تضل حملته إجهر دائما، ونكمل مسيرته، ونحاول نكمل الشيء اللي هو كان عايش كرماله أو كان يشتغل كرماله. على كل حال أنا هذا الشيء يعني عندي، وشكرا لك أبو الحكم. شكرا فراس لجهودك، أيضا كويس اللي ذكرتني أنه قناة إجهر مبدئيا فراس وأنا، وأعتقد يعني وعدني يعني ليو أيضا يكون معانا، أتأمل يكون السبب خير، لحد هلا ما كتب لنا ولا سمعنا منه شيء، صارنا يومين ثلاثة جاي نحاول نتواصل معه، وأكيد راح نكمل النهج اللي بدأ عليه فقيدنا الغالي. وطبعا هالأسبوع راح نبدي بسلسلة الحلقات، راح نتفق ونعمل نبدأ بسلسلة الحلقات، على الأقل نبدي بها فراس وأنا، ونتأمل يجي ويانا أيضا اليوم. فيك أصدقاء يعني يسألوني يقولون هل نقدر تبرعنا يكون عن طريق الكتاب جان؟ طبعا قصدي همسات على ضفاف الحب، فأنا أقول تقدر أنت تتبرع إذا كان تبرعك إضافي إلى التبرع الأصلي، يعني بمعنى أنه المبلغ اللي يجي من الكتاب هو يأخذ منه 20% أو 30%، فيعني حرام التبرع يروح منه مبلغ كبير ويبقى بس 30%، وأصلا الكتاب ب$10، يعني راح يوصلوا $3 أو ماكسيموم $3 أو أقل راح يوصلها من سعر الكتاب. فإذا بعد الحملة يعني حملة الدعم والتبرع إذا واحد مستقبلا عاوز يشتري الكتاب فش لا يعني، بس بداية أتأمل يعني يعمل هاي أو هاي يتبرع، أما عن طريق طبعا الرابط أعتقد أحمد خلاه يقدر يأيدني. أحمد خليت رقم الحساب والباي بال، أوكي رقم الحساب والباي بال موجود بالوصف، وأتمنى من مستر بلاك إذا يرجع يخلينا مشكورا. يعني اللي عاوز يتبرع أول شيء على أما الحساب الرسمي وأما الباي بال، طبعا فلوس وصلت عن طريق الباي بال وفلوس وصلت عن طريق رقم الحساب يعني، فنتأمل هذا ويستمر. وطبعا احنا الباب التبرع دائما مفتوح، ولكن اليوم يعني الحملة الأخيرة على اعتبار باكر راح تصير الدفنة، يعني مش عاوزين الدفنة تصير بديون يعني، فنتأمل من أصدقائنا اللي يقدر عليه $5 $10 قد ما يقدر، يعني احنا ما نضغط على أشخاص في سبيل العائلة هاي ما تضطر تستدين، يعني استدانت 1000 ونتأمل بتبرعاتكم تخلص الاستدانة ويقدروا يدفنوا بسلام، مثل ما قلت باكر بتاع 10 الصبح راح تكون الدفنة. الآن أتوجه لأخونا أمير إذا حابب يقول كلمة، تفضل حبيبي. مرحبا أبو الحكم، مرحبا جميع الموجودين اللي ضيوف الكرام والموجودين على الشات. بصراحة يعني ما راح أضيف شيء جديد على إضافة الأخوة اللي قبلي، بس جان أعتبره صديق عزيز ورفيق درب ومساهم كبير في عملية التنوير، وتعلمنا منه هواي أمور كان على قيد الحياة، واليوم هم نتعلم من عنده، يعني أعتبر أنه وفاة جان هم علمتنا هواي أمور كيف أنه إحنا نكون متحدين، كيف أنه ربطتنا كثير من الأمور في حالة فقدان شخص عزيز علينا، شلون ترابطنا وشلون تعاوننا. فإكراما لذكرى جان
وكراما للأعمال اللي قدمها ومشواره الجميل التنويري، يجب أن نقف معه مثل ما ذكروا الأخوة قبلي، على الأقل أنه يدفن بسلام، ينام ويودع هذه الحياة بسلام، أنه عائلته ما تنضر أو تداين من بعده. فنتمنى أنه من الجميع اليوم اللي يسمعونه واللي راح يسمعونه مستقبلا أن يساهمون مثل ما ذكروا الحكم، حتى لو شيء بسيط، هذا شيء بسيط يجوز نظرك، لكنه راح يجمع وراح يكون الشيء يفيد عائلته من بعده. حتى شغلة الكتاب اللي ما يستطيع أنه مثل ما ذكروا ما يستطيع أنه يبعث أو ما يقدر يعرف طريقة الإرسال، فممكن أنه يشتري أكثر من نسخة من الكتاب كراما لذكرى جان. شكراً أبو الحكم. عفواً أبو الحكم، بس حبيت أضيف شيء أخير. بكرة عندنا حلقة، أتمنى أنه تنعمل بث مشترك على قناة جسور، على قناة إجهر، تخليداً لذكرى جان. شخص حب أنه يجهر على قناة جان لكن ما أسعف الوقت، بكرة حتكون هي حلقة دينية أو ذكرى لرحيل جان، فإذا ممكن أنه نتبق عليها بعد الحلقة أكون ممنون منك. وين قلت لي أي قناة؟ هو ذكر أنه حب يظهر على قناة جان قبل رحيله وتندم لأنه ما أسعف الوقت، فاتفقنا أنه نعمل هي هاي الذكرى تأبينية أو ذكرى لتخليد ذكرى جان، حلقة ذكرى تأبينية لذكرى جان. فإذا حكمكم حلقة مشتركة بث مشترك بين قناة إجهر وقناة جسور، أكيد نتفق عليها رح نتفق بعد الحلقة أكيد. يعني برأيك نبينا سامي، يعني هل الأشياء اللي يعني الأعمال اللي جاي نسويه هل راح تجيب ثمرتها ويعني نشوف تأثيرها يكون أكبر، ولا إحنا ما موجود عندنا تأثير؟ يعني نحب تقول لنا رأيك بهذا الموضوع، لأنه في كثير يتهمونه يقول أنتوا تجعجعوا على الفاضي وما في نتائج. إحنا شيء متأكدين إنه راح تترك، راح نجني ثمار اللي عملناه، والأجيال القادمة أيضا راح يكملون بعدنا. يعني تقول رأيك بهذا الموضوع نبينا سامي، تفضل. شكرا على سؤالك، وهو سؤال أطرحه أنا بذاتي على نفسي دائما. أنا أبدأ بالمبدأ التالي، أنا بقوم باللي علي والباقي مش مسؤول عنه. يعني هي تبرئة ذمة، ما أخلي واحد يقول لي قوم بالشيء، يعني يجي الطلب من غيري، أنا أحس إنه هذا من واجبي أن أقوم به رغم المشاكل اللي قد يخلقها تدخلاتي، ولكن أقول من واجبي أن أقوم بذلك. الآن أنت شايف من فين بتكلم، أنت شايف من فين بتكلم، وهي نفس المكان اللي بتكلم فيه، تكلمت فيه مع أخي جان المرحوم جان، وهو أعتبره نوع من الصومعة، من الصومعة. وأظن كثير من الأوقات أني كراهب، يعني ما حد بيسمعني وما حد بيشوف اللي بسويه وما حد بيقرأ اللي بكتبه، يعني مثل ما تقول الواحد بصيح بواد، بصيح بواد. ولكن فجأة تصلني رسائل، ممكن أقول يوميا تصلني رسائل، أستغرب الناس يكلموني أول ما يبدأوا مرحبا نبينا سامي، فطبعا الحال هذا يعني إنهم تابعوا الحلقات، فطبعا الحال أرد السلام ويبدأ الحوار بيني وبينهم، الشكر وامتنان على المساعدة. طبعا أنا مو محتاج واحد يشكرني، اللي هو يتغير، يعني هو يتغير كمان بفضله هو، إنه هو أخذ من وقته وسمع
وأعاد تفكيره. وأكثر المرات هو أكثر شجاعة مني، لأنه هو في بلد يكون معرض للخطر، فتصور أنه يعني بخاطر بنفسه ويترك الديانة تاعته. ودائما أوضح للناس، يعني بيتصل فيه ناس بيقول لي أنت يا سامي أصلك مسيحي وبتقول عن نفسك مسيحي، شو دخلك أنت بالملحدين؟ شو جابك عندهم؟ فأنا بقول لهم يعني ده لا مانع أن تكون مسيحي وملحد، لا مانع أن تكون مسلم وملحد، ما مانع أن تكون، ما في مانع أن تكون يهودي وملحد. ملحد إنك تستعمل عقلك. فهو قال لي، واحد منهم قال لي، وهو شخص مهم نوعا ما لأنه هو مؤسس الأسبوع السابع في مصر، موقع ومجلة الأسبوع السابع في مصر، هو واحد من المؤسسين لهذه القناة المصرية الشهيرة. أظن أخي حرقان يعرف هذه القناة. وتكلم معي، قال لي عندك دقيقتين أتكلم معك، تفضل. تكلمنا، كان جدا سعيد أنه يتكلم معي. بيقول لي تعرف يا سامي شو اللي بحبه بيك؟ قلت له إيش هو؟ إنك أبداً ما بتدعو الناس للمسيحية. قلت له أنا أصلاً شفت واحد مسلم صار مسيحي، أول شيء قلت له شو صار بيك وقعت على رأسك؟ شو وقعك على رأسك؟ تخرج من خرافة تدخل خرافة أخرى. لكن أنا أبداً ما أدعو حد للمسيحية، رغم أني أنا مسيحي لكن على طريقة الخاص. طاعت الحال لو كنت عايش في زمن كالفان من زمان شنقوني ومن زمان أحرقوني، وأكيد الكنيسة القبطية لو تدري بي مصيري معاهم مش أحسن من مصيري مع الأزهر، ده أكيد. لكن الهدف ليس أن تنشر الديانة المسيحية كما تعمل كثير من البرامج الدينية، مثل صديقنا وعزيزنا أخ رشيد وغيره من البرامج. نحترم جهدهم طلعة الحال، بس هذولا برامج تبشيرية. نحن لا نبشر كل، لكن نحن ندعو إلى استعمال العقل، واستعمال العقل هذا مطلوب من كل شخص. ومدام أنت مش متزمت في نقطة معينة تساعد الناس للانفتاح، يعني إذا أنت عايز نتيجة. أنا دائما أستعمل هذا المثال، إنه تعرف أنا أصلي فلاح، وأنا متعود إنه كنا نروح نزرع بطيخ. نزرع بطيخ شو نعمل؟ نعمل مثل الحفرة، حفرة هيك في الأرض، ونخليها ناعمة ناعمة ناعمة، وبعدين بالوسط نعمل ثقب ونحط فيها البذرة، وبعدين نطم البذرة وننتظر 3-4 أسابيع ما توعى ولا طلعت. ما تقدر انه كل دقيقة تروح تبحث عليها تقول لها عزيزتي طلعتي ولا ما طلعتي، او تروح تقرأ الفاتحة على راسها. ما بنفع الحق. يعني كل شيء بده وقته، كل شيء بده وقته. والمشكلة عندنا احنا اللي حاولوا نوروا انه الوضع تاعنا صعب، واملنا انه بين ليلة وضحاها كله يتغير. نفوق الصبح ما في إسلام، نفوق الصبح ما في خرافات، نفوق الصبح ما نعرف، يعني عايز الحروب تتوقف. المشكلة إنه مش هيك بتمر الأمور. يعني بذرة البطيخ بدها 3 أشهر، بذرة الزيتون على فكرة علشان تكون شجرة كاملة بدها 35 سنة، بذرة الزيتون بدها 35 سنة. فيعني أبداً لا تقطع الأمل، لكن مش بإيدك أنت. جاء نتيجة ولا ما أجى نتيجة، إلا عليك لازم تعملها. أنا هذا كل اللي ممكن أقوله. تبرئ للذمة، حتى غداً أولادك أو أولادي أولادك يقول لك سامي أنت كنت عايش في الزمن هذاك، شو قلت؟ شو عملت؟ وضح لك نقطة حلوة جداً صارت معي قبل ما أجلس في سواء. نقطة حلوة يعني خليك تضحك شوي.
جيت سويسرا 1970، قبل ما أجي سويسرا كنت أروح عند حلاق أحلق شعري. دخلت المحل الحلاقة، عند أعرف حتى الآن اسم الحلاق، كان صديقي في المدرسة اسمه دانيال، هو كان مسلم كان اسمه دانيال. ما دخلت مكان الحلاقة ولا عجوز حامل عصا يتركز عليها بيشوف بربع عين، مش أكثر من ربع عين، دخل مكان الحلاقة بيقول لي سمعت إنك رايح على سويسرا؟ قلت له آه. قال لي أنا عايز أعطيك شيء، أخبرك شيء. قلت له خبر. قال لي في واحد زار بلده، راح زار المقبرة، وجد ثلاث قبور. قال للمرشد تاعه، قال له لمين هذا القبر؟ قال له هذا القبر لرجل عمل شر وما عمل أي خير، قال ادعو إله يعني ترحم عليه، لأنه لولا الناس كانوا عاطلين معاه ما كان صار عاطل. حلو جدا. بعدين راح على القبر الثاني، قال هذا لمين القبر؟ قال هذا رجل عمل خير عمره ما عمل شر، قال ترحموا عليه هذا رجل كويس. والثالث هذا لمين؟ قال هذا لا عمل خير ولا عمل شر. شو قال له؟ بول عليه، هذا لا يستحق أن يعيش، لو إنه ولد ومات كان أفضل، هذا لا يستحق الحياة. فقال لي يا سامي خذ دائما موقف، لا تكن أبدا حياديا، دائما خذ موقف، اعمل شر اعمل خير لكن اعمل. وطلع الرجل، شوف هذا له 47 سنة في ذاكرتي، هذا القصة بكت في ذاكرتي 47 سنة وأبد مش حأنساه، لأنه هذا الرجل أبد ما حكيت معه بحياتي، أبد بحياتي ما حكيت معه. أنا أعرف إنه أعمى ما بشوف إلا بربع عين، فهم علي؟ وعجوز بجوز كان من فوق 80 سنة. قلت مين اللي بعث هذا لي لحد يخبرني هاي القصة؟ يعني كانت رسالة جميلة جدا من طرف هذا العجوز، يعني الفقير اللي جاي يعطيني درس اللي لحد اليوم ما بنساه. فمهما كان أنا أحب أخذ موقف، وهذا أظن كل واحد منا لازم يأخذ موقف، أبدا ما تكون حيادي. وفي جملة جميلة في سفر الرؤيا عند المسيحيين، في سفر الرؤيا آخر كتاب في سفر الرؤيا، واحد بيكتب لكنيسة ومثل هيك مجموعة بكل، لقد وجدتك لا ساخنا ولا باردا، يا ريت كنت ساخن أو بارد، لكن لم تكن لا ساخنا ولا باردا، لذلك تقيأتك من فمي، لذلك تقيأتك من فمي. الناس الفاترين ما لهم مش قيمة، قالوا كن بارد أو كن ساخن، أما ولا شيء ده مش كويس. هذه الجملة كنا متعلمينها، تعرف كان عمري 15 سنة. هناك جمل بتظل مأثر، لا تكون أبدا فاتر، يا تكون ساخن يا تكون بارد، مثل ما يقولوا فإن ضربت فأوجع، فهم علي؟ فإن ضربت فأوجع، إنك تكون تحلس للناس ما بنفعش، كون يعني صريح، والصراحة في الصراحة راحة. أتوقف هنا، وأكيد إخواني الآخرين عندهم خبرات أخرى أنا أحب برضو أسمعها، يعطونا الأمل فيما نعمل. شكرا نبينا سامي. طبعا الأمثال هي من الحياة، ويعني أنا في مسرحية عادل إمام القاضي يقول للعادل إمام اللون اللي أنا ما بحبوش يبيض يسود، فعلا أنه الإنسان لازم يعرف مو يصير على واقف على السلم لا لفوق شافوه ولا اللي تحت سمعوه، فالثبات في المواقف يكون أفضل شيء فعلا نبينا. طبعا رحب ب
راح أعطيك المجال فراس، بس بالبداية حبيت أرحب ب رانيا، صارت معنا بالحلقة. أهلا رانيا، شنو عندك كلام تحبين تقولي؟ تفضلي حبيبتي. ألو، أهلين أخي أبو الحكم، وتحية للجميع، نبينا فراس وأحمد حرقان، كيفكم؟ أنا حبيت أشارك بالحلقة لأنه ما شاركت من قبل، مع الأسف، بس تابعت حلقات دعم وحملة دعم أخونا الغالي جان، وأتمنى أنه يرقد بسلام، ونتمنى أنه مشروعه يكمل، وكلنا جان، كلنا نحب جان لأنه إنسان صادق جدا، وإنسان مثال للشجاعة، ويعني للتواضع، وإنسان محترم جدا. أتمنى كل الخير لبناته ولعائلته من بعده، أتمنى لهم كل الخير، ونحن سنفعل كل ما بيدنا يعني نساعدهم، كل واحد ومقدرته. نعم، أنا أحب أقول أنه مشروعه أكيد مستمر، وفي قنوات يعني صارت يعني مثله وأحسن يعني من أصدقائه، هناك قنوات كثير مثل جان الآن، عندنا حتى فراس مثلا، وعندنا كثير ناس يعني نفتخر أننا قنواتهم، وهذه بدرة جان، ونحن سنكون ثمار، ونحن سنكمل إلى أبعد كثير. أوكي، هذا أحب أعطي معك غاية. شكرا شكرا رانيا. أكيد أنا لما سميت قناتي إنسانيون لسبب وحيد، إنه فعلا أنا أفكر كإنسان. يعني فما تقدر تفكر كإنسان أو إنساني إذا ما تتحرر من قيود الدين. هذه لا خلاف فيها، لأنه الإنسان لما يتقيد بقيود الدين راح يربط الدين ويكتفه وما يخلي يزيح يمين وشمال، لأنه محمد قال هكذا، أو جيسوس قال هكذا، أو موسى قال هكذا، فلازم ما أطلع عن حدود اللي قال لي، أو الله قال هكذا. والإنساني يكون إنساني مع الجميع، مع المسلم، مع المسيحي، مع اليهودي، مع البوذي، مع عباد الشمس والنار والهوى وأي شيء يعني. فهو هاي المعنى الإنسانية اللي إحنا ننادي بها ونطبقها في حياتنا. وأنا كثير سعيد من يوم اللي بدأت أطبق هذا الشيء في حياتي، عامل إنسان كإنسان بعيد عن أي هوية أو دين عنده، وهذا أهم شيء. أخوي فراس حب يضيف نقطة، تفضل حبيبي. هلا، بس تعليق بسيط. سمعت نبينا سامي متضايق من الناس اللي يقولوا عنه وما شابه وكذا. أنا بدي أقول بس كلمة عن جد، يعني أنا من أكثر يمكن الكلمات اللي من خلال المتنورين سمعتها فعلا كلمة صدقا، يعني الكلمات دائما بتشتغل بدماغي، يعني مؤثرة فيني جدا، أنه لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، ومن يقول عكس ذلك فمكانه الطبيعي وين؟ لمستشفى المجانين. أنا بالنسبة لي هذا إلحاد، يعني أنا بالنسبة لي سامي الديب رب الإلحاد، يعني يسمي نفسه مسيحي بوذي كيفه، يعني المهم المضمون، يعني هو عم يقول لك من السماء ما بينزلش شيء، فالكلام واضح يعني، أظن هي بالنسبة للموضوع هذا. يعني زي كمان مثلا يعني أستاذ كريم العبيدي، يعني كثير من الأحيان من ضمن كلامه بيقول لك إنه هي لها علاقة بطبيعتنا الشرقية، ومش غلط انه مثلا بعض الاخلاقيات انعصرنها مع الزمان او ما شابه. يعني هذا الخط يمكن اختلف فيه مثلا كرأي، بس بالنهاية انا بالنسبة لي هو ملحد، يعني هو عم يقول لك ما بينزل شيء من السماء، يعني هاي بالنسبة للأمراض مش صحيح نبينا؟ صحيح 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 صحيح. يعني على كل حال احنا المهم عنا انه احنا ندعو الناس انهم يشغلوا عقولهم ويعملوا عقولهم في هاي الحياة الواقعية اللي احنا بنعيشها. يعني حتى اذا انت بدك تضل متدين او ما شابه، خلاص انت كفك،
بينك وبين حالك في الله تبعك في اي شيء، يعني بتكون شيء انت بكيف، بس احنا عايشين بهذا العالم، هذا العالم مادي، هذا العالم واقع، بدك تشتغل عليه على هالاسس هي. شو لحالك بينك وبين دماغك على سداشة الصلاة مش عارف وين كيفك، بس ما تجيش لعدي تخلي يعني نكون قاعدين بناخذ محاضرة ولا درس تقول لي نوقف المحاضرة مشان بدنا نصلي الظهر. صليها، اذكر اذكار بينك وبين حالك انت وبالمحاضرة، ما توقفش المحاضرة. احنا عايشين بهاي الحياة لازم نشتغل على اسس هاي الحياة، هاي نقطة مهمة جدا. فاحنا لما احنا اذا حاولنا او قدرنا انه نزرع نهج بالتفكير وهالنهج بالتعامل مع الحياة عند الناس، نعم بوافق نمية سنة انه فعلا راح نقدر نغير. سنة علوة 100 سنة تذكروا فيه الناس انه في ناس كانوا يحكوا وكانوا يحاولوا ينوروا الشرق الاوسط المظلم، وكانوا الناس يقولوا عنهم مجانين ومريضين نفسيا ومش عارف ايش، بس فعلا غيرونا واقعنا اليوم بسبب الشيء اللي عملوه سابقا. فانا بدعو كل الناس المتنورين، كل انسان عنده فكره، كل انسان عنده اي شيء على اختلاف افكارنا، احنا الجميل فينا انه فسيفساء، يعني فعلا حتى يعني في كثير ناس بيناتنا مثلا ممكن يختلفوا براي سياسي، راي فكري، راي الى اخره، هذا شيء جميل جدا. احنا بسبب اصلا النقد وبسبب الاختلاف وبسبب النقاش دائما بنوصل للافكار الاصح، لانه الفكره الاصح ما بتبين الا من خلال النقد اصلا، اصلا العلم نفسه بيشتغل هيك. نظريه التطور 100 سنه عم يشتغلوا عليها وبيحاولوا يضحضوها والادله والشغلات الناقصه والكذا، حتى وصلوا لمرحله انه خلاص تم تفنيدها تماما انه هي 100% صحيحه او حقيقه علميه او ما شابه. نشتغل على هالاساس هذا، احنا لازم نزرع هالنهج عند الناس، ويعني اكيدا بالتدريج راح نوصل للنتيجه، انا متفائل بالخير يعني. وشكرا. شكرا حبيبي فراس. مع العلم عمرك بعد 20 سنة بس عندك نضج فكري، ونتأمل الشباب يحذون حذوك أيضا، وانت فقت بكير وهذا شيء ممدوح وجميل. نتمنى الباقين أيضا يعني يكونوا مثلك ويقلدوك، يعني على الأقل أنت تعمل حاجة إنسانية. يعني طبعا أذكر بالجميع الأصدقاء، كل شوي في الوصف موجود رابط التبرع، رقم الحساب ورقم البايبال، أي واحد عاوز يتبرع مشكورا قد ما يقدر نكون ممنونين منه. وطبعا أدعي أتأمل يعني أصدقائنا اللي عطيناهم الهانج أوت يحضرون أيضا معنا، أتأمل يكون المانع خير يعني حتى تصير الحل أسع وأجمل إذا حضروا معنا أصدقائنا اللي حكينا معاهم يكونوا معنا. أحمد حبيت أسألك سؤال، تعتبر إنه إحنا يعني مقصرين في نشر أفكارنا، وهل في أشياء بعدنا ما سويناه لازم نعمله لتنوير البنات والشباب؟ لا والله يا الحكم مش مقصرين ولا حاجة، في ايدينا صحيح حاجات كتير ممكن نعملها، ولو ركزنا شوية هنبدع اكتر من كده ونبقى اسرع وكده، لكن مش مقصرين. يعني هو العمل ده مش مفروض على حد، هو عمل تطوعي وعمل نبيل، يعني لأننا بنحب الخير، وكل واحد هنا يعني بيحاول يقدم حاجة كويسة للناس، يعني ده شيء ايجابي. لكن نقدر نطور نفسنا وننظم نفسنا بشكل افضل، نتعاون بشكل افضل يعني، ونعمل شغل اعلى من كده طبعا نقدر، بس مش مقصرين بالحق. شكرا احمد. يعني انا معك يعني طبعا ما مقصرين، بس يعني هم كثير يفكرون انه الانسانيه والتنوير اللي جاي نسويه
ما راح يكون إلا تأثير، يكونون كثير غلطانين. في كثير عالم يكتبوا لي، ويكتبوا لي أحمد، يكتبوا لي فراس، يكتبوا لي نبينا سامي، يكتبوا لي الجميع أو رانيا أو أي واحد، يعني يكتبوا لهم أنه إحنا معاكم لكن مش قادرين نعلن، إحنا معاكم لكن مش قادرين نعلن. يعني في كثير مش قادرين يعلنوا حقيقة. يعني أبو الحكم عفوا، من فترة قريبة جدا يمكن أسبوعين اجتني رسالة من على الخاص، يعني الرسالة يعني من حساب وهمي طبعا، قالت لي مرحبا، تذكر انت يعني انه الرسالة بتقول انه بتذكر كان في شخص يبعث لك دايما على الحساب الفيسبوك وعلى اليوتيوب كذا باسم كذا. قلت له هذا كان يسبني دائما ويشتمني وكذا. قال لي انا صرت ملحد. يعني يمكن حصلت مع اكثر من حدا فينا، انه يعني بيدخل عندك شخص ما بتعرفه بيقول لك انا كان عندي حساب باسم اخر كنت اشتمك فيه، كنت اشوفك شيطان يعني، بس قدرت تخليني اشك وافكر وفي الاخير انا الان يعني ايش ملحد خلاص، يعني تنور عقلي وانتهى الموضوع، انه فيش ما يعني. فهذا هذا الشيء بيعطيني امل عن جد، يعني معناته يعني لانه هذا الشيء. حتى انت كنت شياطين في يوم من الايام يا فراس، صح ولا لا؟ لا انا ما كنت بصراحه اشتم اي شخص. لا لا، يعني كنت مسلم وعندك فيديو تدعو لل انا بالنسبه لي انا اصلا كنت شيعي باطني، اصلا ما كنت اعتقد لا بالجنه ولا بالنار، كنت اعتقد بالتناسخ وانه بنولد مره اخرى وكذا، وكنت اصلا كثير التنقل بين الطوائف، فما كنتش راديكالي بمعنى انه مثلا ايش انه ادخل عن شخص لعنك الله وساذبحك مش بهالشكل يعني، بس كنت اقول الله يهديهم مثلا، يعني كنت اشوف احمد حلقان جان كذا الله يهديهم هذول ملحدين، حدا يذكر الله ايش هالحقيقه. كويس اني ما كنت تسبنا، هذا شيء كويس. يعني حتى لو كنت تسبنا ومجرد رايك اختلف هذا الشيء يأثر. وأنا أصلاً أيام الالتزام المسيحي ما أسلم عليه ولا أكل معه، مع العلم موجود بالقرآن تقدر تأكل معه، لكن لا أسلم عليهم ولا أعتبرهم نجس، يعني غير المسلم كنت أعتبره نجس، يعني حتى الشيعة أعتبرهم نجس يعني. فتصور أنه الإنسان لما يمشي على فكرة شو راح كيف يفكر وكيف يصير حاصر نفسه في زاوية معينة وما يريد يطلع منها أصلا. نبينا سامي، يعني حبيت أسألك، يعني أنت أكثرنا خبرة بالحياة، يعني كيف أنت بدأت بالتفكير ودخلت هذا المجال؟ صراحة أنا مش عارف قديش صار لك في مجال الوعي ونشر الثقافة بين الناس ودحض الأديان، أنا مش عارف أديش صار لك، إذا تخبرنا عن المسألة شوي. أوي 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 أوي. أنت عايز تبحث بالمخفي، أوكي ما في مشكلة. على فكرة أنا كنت عايز أصير رجل دين مسيحي، ودرست فعلا 4 سنين كرجل دين مسيحي، ولكن طردوني، أعطوني رسالة لرجل الدين تاع القرية تاعتي أسلمها. فأنا في الطريق فتحت الرسالة، كان مكتوب بالرسالة هذا الولد غير طبيعي خليه عندكم في القرية. وهيك انتهى الأمر. وفعلا أكتشف أنه كلامه صحيح، الرجل غير طبيعي هو من لا يعتبر ما يعتبره الغير طبيعي يعتبره غير طبيعي فيتصرف بطريقة أخرى. من عمر قول 15 سنة، يعني بعد ما كنت عايز أصير رجل دين، رحت أدرس، ما في مدرسة قبلتني إلا مدرسة، تصور إيه، رحت أدرس خياط، أعمل صنعة الخياطة عند دير في بيت لحم للسالزيان. فهدول كانوا شوية صعبين،
يعني كل يوم الصبح قداس، كل المس كل يوم مساء الصلاة للعذراء مريم، الظهر صلاة، صبح ومساء وليل، يعني أزعج السماء تاعتنا. فأنا صرت أغني ينهد الدير يا راهب بلا رهبانك يا ربي. صور يعني كنت أقول ينهد الدير يا راهب بلا رهبانك يا ربي. ما كنش ضدهم، بس يعني أنا شفت تضييق كثير. فلما أروح على الكنيسة أروح أجيب كتاب، بدل ما أحضر القداس أقعد أقرأ، أخذ قصة أو شغلة عاملة، هم بصلوا وأنا بقرأ. رجل الدين شاف القصة هاي راح سرق للكتاب، سرق للكتاب. مين سرق الكتاب؟ رجل الدين. ليه خيي أنت جاي الكنيسة لازم تصلي؟ أخي هاي قصتكم أزعجتونا بيها، هاي القصة تاعتكم أزعجتونا بيها. شو الحاجة أنك تصلي ليل وظهر ومساء؟ ملهاش ملهاش معنى. الحاصلة يعني أنا طلعت متمرد من عمر 15 سنة، من 15 هلا عمري 67 سنة. بعدين لما جيت سويسرا بعمر 20 سنة، يوم من الأيام قررت خلاص هاي آخر مرة أروح على القداس. أنا متعود إنه كل يوم أحد أروح أصلي، والمدينة اللي أدرس فيها هي مدينة كاثوليكية يعني، والجامعة تاعتي كاثوليكية. فقررت بين الليل وضحاها إنه خلاص مش هروح القداس. أنا قلت شو حاجة تروح على الكنيسة إذا الله مش موجود في كل مكان؟ شو تروح وراء تلاقيه بحيطان؟ ملهاش معنى، ملهاش معنى. فكان هنا تمردي. وأكثر شيء اللي يعني أزعجني هو إني قرأت في الكتاب المقدس تاع اليهود، هذا هو تاع المسيحية، النبي سموئيل يقول اذبحوا الأطفال، اذبحوا النساء، اذبحوا كل شيء حي. فاستغربت، قلت معقول الله بيعطي أوامر مثل هيك؟ هذا مجرم، هذا مو الله. فيوم رحت على مؤتمر بعد رسالة الدكتوراه تاعتي، وقعت عند رجل دين كان يدير المؤتمر، قلت له أنت بتآمن التوراة كلام الله؟ كيف بتآمن بهذا الكتاب؟ قال لي شو قصتك؟ قلت له النبي صموئيل بقول هيك هيك هيك. شو الكلام هذا؟ قال لي سامي حل بسيط. قلت له ما هو الحل تاعك؟ قال لي التوراة ليس كلام الله للبشر، ولكن كلام البشر عن الله. يعني التوراة لا لها أي علاقة مع الله. استغربت رجل دين دومينيكاني بيكلم الكلام هذا، يعني قلت له مش معقول إنه الله يأمر أوامر إجرامية مثل هذا الشكل. فبعد الدقيقة هاي انحلت أمامي كل المشاكل. وبعدها صرت مثل ما قال أخونا اللي قبل، لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور. وكنت أقول لطلبتي في الجامعة لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك، وإن وجدتم يوم كتاب نازل من السماء عرفوا إنه واحد رمى من شباك الطيارة عايز يتخلص منه. فطلابي كان منهم يهود، كان منهم مسيحيين، كانهم مسلمين، ينزعجوا مني إزاي أنت تعلم كلام مثل الله. وأول ساعة تدريس تعرف أول ساعة غسيل مخ، أول ساعة أنظف لهم مخهم على الكامل. فأقول لهم موسى طلع الجبل، نزل من الجبل، لقوا الناس بيعبدوا العجل هذا، انجن بيوم واحد قتل 3000 واحد. وكان سؤالي ما الفرق بين موسى وستالين؟ لا فرق، اثنين مجرمين. وهذا بتسموه نبي؟ هذا بتسموه نبي؟ فيعني الشيء حيرني. فطلبتي ينجنوا، قلت له انت ما بتآمن؟ قلت له اطلع على البناية فوق وصرخ لالله من الصبح والمساء تشوف اذا برد عليك. بس نصيحتي احسن تروح تعمل قيلولي، تروح تستريح، لانه ابد ما حد يرد عليك. وانا تعرف في كتير ناس بيكتبوا لي انا عايز اجادل معك هل هناك الله ام لا،
عايز يقنعني انه في الله. قلت له حل عني، انا ما عندي وقت اضيع معاك، روح ادور على واحد مجنون مثلك. انا هذا كلام بس مش مستعد اضيع دقيقة واحدة. انا اعتقد انه الدين هو المعاملة وفقط المعاملة، ليس الا المعاملة، وكل الباقي كلام فارغ. وانت امن باللي تريده، اعمل لي بالحسنى وانا اكون ممنون لك طول الحياه. اما اللي تقول لي الله طالع ناظر صار فيه هيك، هذا كلام ما بدخلش المخ. قل لي كيف تعاملني، كيف هي معاملك، اقول لك ما هو دينك. ان شاء الله بتامن بالقرد ما دخلني انا، المهم كيف بتعاملني وبتعامل الاخرين. يعني يقول لي هل انت تؤمن بالله؟ تعرف انا كنت اروح على مصر اشتري كتب، واحد جاب يقول لي انت شو مهتم بالاسلاميات، شو دينك؟ قلت له مسيحي. اوه انت مسيحي؟ قلت له انا مسيحي. قال لي عزيزي انت بتؤمن المسيحي من الله؟ قلت له ليه، انت مشكلة عندك؟ قال اه. قلت له مستعجل؟ قال لي على شو، تعرف الجواب؟ قال لي اه مستعجل. قلت له اتصل بي تلفونيا، اتصل بالمسيح تلفونيا. فصاحبنا يقول لي طب وش ولا مش مستعجل؟ قلت له بتنتظر لما نموت نسأله ان لقينا على الطريق. فبيقول لي هل تؤمن انه النبي محمد طلع على السماء بالمعراج؟ قلت له مو مشكلة تؤمن انه طلع، المشكلة انه نزل، لو ظل فوق لكان ارتحنا منه. فما مشكلة إنه طلع، يعني أنا مستعد أؤمن إنه طلع على السماء، بس المشكلة تعته إنه نزل. فأنا هاي كل الخرافات أعتبرها فولكلورية. يحق لك تؤمن بجميع القصص. بحكي لك فقط قصة أخيرة علشان أنهي. يوم من الأيام رحت أبعث رسالة لأهلي، رحت على البريد، البريد راح معطيني طابع بريد يحطه على المكتوب. فرجت على الطابع قلت له هذا ما بدي إياه، هذا الطابع ما بدي. قالت لي مال، وهذا الطابع مليح بوصل لأهلك؟ قلت له لا هذا الطابع ما بدي إياه. لك أخي مال الطابع هذا؟ قلت له غيري لي. ليش؟ هذا حاطين عليه صورة طابع عادات سويسرية، يحطوا الجرس بركبته وبالشتاء يروح يدق الجرس من الصبح للمساء عشان إيه؟ يطرد الشياطين في سويسرا. يحط الجرس مثل المهبول يدق من الصبح للمساء، مو واحد، عدد من الناس، ويلبسوا ملابس بشعة. قلت له هذا الطابع إن وصل عند أهلي حيفكروا إني أنا بدرس بأفريقيا، حيقولوا لي روح. أنا مش عايز هذا الطابع تحطوا لي. آخر الأمر كل شعب عنده خرافات، آمن بالخرافات اللي تريدها، المهم المعاملة. عاملني منيح حطك على راسي، إن شاء الله بتعبد الكرد. إيمانك ما بسوى عندي ولا مليم ولا بهمني. هذا هلا بتآمن بالله، ما بتآمن بالله الكرد ياخدك. هذا مبدأي في الحياة. يعني واحد يقول لي أنا مسيحي بكله والنعم، بيقول لي أنا مسلم كله وشو فايدة. فرجيني كيف تتعامل بحترمك، تعاملني منيح بحترمك، ما بتعاملني منيح ما بحترمك، تقول لي الله ما الله هذا خلصني منه، أتوقف هذا. شكرا نبينا سامي، لأنه إحنا لذلك أنت نبي دين جديد عامله لنفسك، وعاوزين أتباع لي وصلوا على مقاس نبينا، ونتمنى اللي يكون لك أتباع ويتبركون. عايز توقعني بمصيبي يعني. طيب يعني في يعني اللي يعتقد انه الدين الاديان الاخرى كويسه وما فيها عنف يكون غلطان، يعني لانه الدين المسيحي خصوصا يقول انا المسيح يقول انا جئت لاكمل الناموس لا لانقضه. يعني لما تكمل الناموس اذا معترف بش كل اللي عمله موسى،
فأنت أعتقد ما راح تختلف عنه. يعني أعتبره نوع من النفاق، لازم كان يقول أنا أنقذ مع عمله وليس مبعث من الله. ذاك الوقت كان فيها باب وجواب. وكذلك الإسلام الآخر الأديان أشدهم وحشية وإرهابا، وهذا الشيء معروف. طبعا صار ويانا أخونا سال، نرحب به ويقول لنا كلمة بهذا اليوم اللي ذبي أخونا جان، ونعمل حملة دعم لعائلته. أعتقد اختفى سال، راح يظهر، إذا ظهر ندخله مباشرة معنا. هو سال منشغل بالسيارة وما شاء الله، ولكن سمعنا بس اختفى فجأة، يعني راح يجي مرة أخرى أكيد. تمدد الحلقة، تمالك أنت يا عمي، بنديرها ولا مش بنديرها؟ راقب قناتك يا أحمد، يعني أنت مالك أنت. أوكي، بلاش خناقة يا أولاد، بلاش خناقة. طبعا توجه لرانيا. رانيا، أنت كيف تشوفين دور المرأة، وهل لها تأثير كبير في توعية الناس لضرورة نبذ الأديان وخرافاتها؟ نعم أبا الحكم أخي، أكيد المرأة هي نص المجتمع، والمرأة بالمجتمعات الإسلامية المتكلمة بالعربية أو الغير متكلمة بالعربية، يعني حتى غير متكلمة، يعني المجتمعات المتخلفة بصفة عامة، خاصة المجتمعات اللي فيها الإسلام، يعني المجتمعات المتخلفة اللي مثلا مسيطرة فيها المسيحية، مثلا زي جنوب أمريكا، مثلا المكسيك، ومانيش عارفة، يعني هناك فقر، لكن المرأة تلقاها على الأقل تخرج إلى الشارع بشعرها. يعني المناطق التي الإسلام متحكم فيها، المرأة فيها يعني عبيد، زيها زي العبيد، يعني كارثة عظمى. الإسلام على المرأة يحتقرها لدرجة كبيرة جدا، يعني يعتبرها فقط هي ملك لشخص. يعني المجتمعات المغلوقة معروفة طبعا بهذه الأشياء، أنه المرأة فيها محتقرة أكثر من الرجل. وأنا وأقول دائما المرأة لما تتكلم وتكون عندها شخصيتها وعندها صوتها وعندها يعني استقلاليتها وحريتها، هذا مهم جدا حتى للرجل. يعني الرجل يحس أنه المرأة زيها يعني في العقل، يعني هي تفرض احترامها عليه. لهذا النساء يعني التي لديهم مثلا فكر، يعني كاتبات أو يعني مستقلات في حياتهم، حتى لو كانوا يعني ما لا يشتغلون، لكن هم أحرار، يعني كيف يعيشون، هم أحرار. يعني الشخص الذي تزوجوه، ما لا يوجد شخص في العالم سواء كان أهلهم أو مجتمعهم أنه يفرض عليهم طريقة حياة معينة. الفكر الحر للنساء مهم أكثر من الرجال، لأنهم هم الشخص يعني الجانب الأضعف في المجتمع الذي من الأسهل على الناس أنهم يتحكموا فيه أو يسيطروا عليه. لهذا الصوت النسوي مهم جدا، خاصة في مجتمعاتنا إحنا متكلمين بالعربية، لأنه معظم الرجال عندهم فكر ذكوري، عندهم فكر الذي يعتبر أنك مرأة شو حتعمل، يعني المهم بيتك وزوجك. أنا كثير كنسرفتيف في آرائي السياسية، وأنا مع زواج الأولاد، لكنني قبل كل شيء أؤمن بأن المرأة إنسان حر زيها زي رجل، وهي إنسان يعني إنسان، يعني لازم تعاملها كإنسان قبل ما تعاملها كأنها مرأة. لأن أنا كنت مصدومة جدا لما جيت على الهجرة في أوروبا، اكتشفت أنه طفلة لما تولد ما يعطيش فرق انك جبت طفل او طفله، يعني يكون السعاده بقلب، يعني كيف يعاملوها، كيف المجتمع يراها. يعني اشياء رائعه جدا، يعني تحرر، يعني ما فيش فرق بين انك تجيب ولد او بنت، ما فيش فرق انك تكون مرأة او تكون راجل بالمجتمع، عندكم كل الفرص متساويه. وشيء ثاني انا اتذكره، انه كان في عندي يعني هيك قصه قصيره وانهي، كان عندي أستاذ بالجامعة لما كنت أدرس بالجامعة بالجزائر، وكان كتير متفتح وعاش كتير بإسبانيا، وكان أستاذ الإسبانية عندنا بالجامعة، وقال مرة شيء يعني أزعجني جدا، لحد اليوم ما زال يزعجني. قال أنه
شفت يعني هذوك المشاهير اللي يكونوا جميلات كتير في الأخير شو يجيبوا بنات، ما فهمتش أنا شو قصته. قال إنه يعني المرأة ما هيش زي رجل، المرأة شيء أسوأ من الرجل، وبقعدت هذيك الغصة في قلبي ليش هو يفكر بهذه الطريقة مع إنه عاش بالغرب كتير. بس هو شخص يعني هيك زي يعني زي أي عقلية واحد ذكوري يشوف إنه المرأة ما هي زي رجل، لا المرأة إنسان زيها زي رجل في 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 يعني مش زيها زي رجل يعني جسميا أو في وظيفتها في المجتمع، لكن زيها زي رجل في حريتها في إنسانيتها وفي تحررها. هي حريتها يجب أن تكون في الأساس الأول قبل حرية الرجل، لأن يعني الرجل على أي حال هو حر نوعا ما عليها. لهذا نحن ندعم، يعني أنا أحب أسمع كثير أصوات نسوية، ولهذا أنا أحب أشارك يعني برغم من اهتماماتي واشتغالاتي. شكرا، عفوا على الإطالة، وتحب أعطي كلمة لرانيا. شكرا شكرا رانيا. وفي أحد المسلمين اسمه The Observer يقول أتفق معك على الكلام اللي حكيتيه، هو متفق معك. يعني في مسلمين يعني مش عاوزين غير زقة بسيطة حتى يتحولوا عن خرافة الأديان، وحتى لو ما طلعوا يعني الناس العلمانيين التنويريين أعتقد صعب يرجعوا لورا يعني. فإحنا نتمنى يعني يشيلوا الأديان من رأسهم، بس إذا ما عملوا يعني كويس يعني على الحالة اللي هم مقتنعين فيها. سأل حبيبي أنا قدمتك وأنت اختفيت فجأة، أعتقد البث انقطع عندك. شنو تحب تقول اليوم بالذكرى اليوم العاشر لوفاة أخونا جان؟ إحنا طبعا مسوين هالحلقة الدعم الأخيرة، ولكن الدعم الرقم موجود، أي واحد عاوز يتبرع. شو تحب تقول بهذا اليوم لي أخونا وحبيبنا الفقيد جان؟ عندك ميوت، عندك ميوت سال. أوكي سامعني بالوزي؟ نعم نعم. أوكي والتحية لكل الأخوات الصحابيين والصحابيات ونبينا الحبيب سامي الديب الأب والأخ والصديق حرقان، هو لا أستطيع. بس هي مش الأخيرة طبعا، هذه بس مجرد دعوة أخير مرة ممكن نذكرها، بس هو مستمر معانا جان معانا، والوقوف جانب عائلته واجب إنسان. طبعا المجوء لا يوجد قراءة فاتحة ولا ما أعرف شو هذه الشغلات الخرافية القبيحة، بس كل ما نذكر المجد والخلود لأخونا الحبيب جان برو، فيديوهاته وكلماته وكتابه وأشعاره موجودة، إذا الجسد راح فهو موجود في قلوب. وهنا دعوة بسيطة لكل إخواننا وأخواتنا اللي راح يسمعون هذا الفيديو، من الممكن التخلي من الأنا ولو مؤقتا، وتبرع ولو بيوم واحد من جهدك من شغلك من طعامك من شو، خليه يكون تبرع لعائلة الفقيد. ومثل ما ذكرنا آخر مرة راح يجي اليوم اللي نشوف بنات جان برو يقودن الحملة اللي ابتداها، وأنا متأكد هو موجود في قلوبنا، جسد راح لكن جان موجود في قلوبنا. نقطة أخرى ذكرت قبل شوي لما دخلت عليكم إنه الأديان والأديان، خلي أنا أكون واضح بهذه الأمور، الأديان كلها تهذبت واكبة العصر. اللي عاوز يؤمن بخرافة that's fine، مثل ما قال النبي الحبيب، اللي يحب يؤمن بخرافة، اللي يحب يأمن على الآخرة ويدخل في جنات تجري من تحتها الأنهار والنار بتاع الله، وهذا مش مشكلة. لكن المشكلة إنه جماعة الله أكبر آخر رسالة بعثها الله قبل ما يخرس للأبد، صراحة مزودين يعني عم بيزيد الطين بلة، وهي مشاكلهم اللي بتعم علينا. فالديانات دائما اذكر انا متعاطف مع الاخرين، يحب عذاب القبر، اللي يخاف من
آخر اللي خاف من الموج مثل ما تربينا في الشرق الأوسط عذاب القبر وهذه الأمور مش مشكلة، لا عليها أن تتهذب تكون شوية، لكن هم اللي جايبيها بين هذا الأمر. أنا قبل طوال عم بس أحط موقف مع مسلم كان متخفي، وأذكرها في وقت آخر، أذكرها الحادثة اللي صارت اللي ميديت بعد ما وضعته في الزاوية الحرجة راح فتح القميص بتاعه واستخدم التقية الديسبشن وحكى له اوعى اوعى تفضحني انا مسيحي، انا مسيحي وشال الصليب. فيستخدمون كل الطرق، وانا مع الاسف اشعر بالاسف انه في امريكا خليهم يعني براحتهم يصلون يجولون هذا البلد الرائع، لكن انا لهم بالمرصاد. هذا اللي حبيت أقوله. يبقى جان برو وكل الأخوة الأخوات رجعان تخلوا عن الأنا ولو ليوم ولو لساعة، وتبرع للأخونا الحبيب لعائلته. وإذا في أي سؤال رح أكون معاكم، وإذا في أي سؤال أو مداخلة. شكرا لأبو الحكم القيام بهذه الحملة. تحية لكل أخواننا وأخواتنا الموجودين معنا. شكرا شكرا سال حبيبي. طبعا احنا خلينا رابط الهانج اوت لاي واحد عاوز يشترك معانا، بس حتى المسلمين يعني ما عندي مشكله، بس ما يكون مثل هذا الاخ اللي بلش يحاكمنا اثناء الحلقه يعني. فاريد فلتقل خيرا او تصمت يعني، لانه هذا حاله وفاه، واحنا ندعو ان الناس يتبرعون. ففسلكتك وفلسفتك ما مطلوبه خصوصا اليوم يعني اذا دخلت يا مسلم. ونرحب بجميع اللي عاوزين يكونون معنا، وحتى لو سال حتى لو الشخص ما تبرع بقوت يومه مو مشكله، اذا قدر يتبرع مبلغ بسيط يعني احنا ما عندنا شرط بها يعني، حتى لو ما عنده ماديا يقدر يشارك الحلقات، يوزع حتى لما يعمل حلقات. ممكن اذكر شغله ابو الحكم لو سمحت على هاي التذكره؟ ممكن اذكر شغله؟ تفضل حبيبي. صوتك مش سامعك ابو الحكم. اي قلت لك تفضل. اوكي. الاخ كريم العبيد ذكر قبل فتره وانا عملتها معه طبعا في كل القنوات، اعملوا بلاي ليست لجان برو واجهر، تاج ات وذ اجهر. وفي كل فيديو اللي هسه انا وضعته طبعا، فيديوهاتي دائما ستكون فيها رابط روابط لجان برو وحمله التبرع، يعني راح يكون الحساب البنكي وحساب الباي بال موجودين في كل فيديوهاته. فاقل ما يمكن انه تعمل بلاي ليست على قناتك او حتى على صفحتك على فيسبوك، بامكانك سيف يعني بامكانك تحفظ خانه لجان برو وضع فيها هذه الامور. بس القنوات الاخرى ضروره عمل بلاي ليست، وفي كل فيديو ضعوا فيها اللي احد المتطلبات الفيديو احد في الوصف راح يكون حسابات جان برو حتى توصل لعائلته. وهنا أذكر أخونا الشاب الصغير العراقي اللي ذكر يعني ذكر نقطة مهمة جدا، قال you know what، روح اقترض مبلغ وقدم للجان وبعدين سدد المبلغ. لا أعتقد لا في أحد على هذا الكوكب الآن لا يستطيع التبرع $5 أو $10 وهاي الشغلات. كنت تعمله بسايد هذا الأمور، لما تشوف حلقة لجان برو أو لإجهر انشرها، عندنا صفحات كثيرة انشرها وجلدة ستعوضك خيرا. أما للشخص اللي اعترض أو اللي كان يحاسب أنا ما أعرف مين، ما شفت هذا، بس you know what، ولما يتوفى مسلم سنتبرع له بكوندومز حتى يروح يمارس الجنس مع الحوريات بأمان بدون انتقال أمراض محمد الوراثية. شكرا. شكرا حبيبي. الآن أتوجه لأحمد. أحمد أنت يعني أنت أكيد سمعنا كثير ناس يقولون أنه أنتوا جاي تشحذون لعائلة جان في الغير مصدق في هذا الشيء، الناس تافهين طبعا
ما في حدا يمزح بياك اشياء. الانسان يقدر ينسحب من القنوات والصفحات بكبسة زر وانتهت يعني، ومش عاوز يعني معقولة يضحي بكل هالشيء حتى أقل واجب، أقل واجب وفاء لجنس أكثر من كده، وأقل واجب كان بيدي الوقت ببلاش للتوعية وللنشر الفكر الحر والتنوير، وواحد كان بيتبرع بوقته على حساب برضه الوقت كان بيصرفه لأسرته وهم أحوج الناس ليه وكده. فأقل واجب يعني مننا إن احنا نقف معاه، ومحدش طلب مننا كده، لا جان طلب كده ولا أولاده طلبوا كده ولا أسرته طلبت كده، وإحنا اللي بنعمل كده مننا نفسنا عشان إحنا بنحس بالواجب. ناس عندنا إحساس بالواجب وعندنا شعور بالامتنان للشخص دوت وبالوفاء ليه يعني، فبنعمل كده. وانت بالك أنت مش عاوز تطلب لجان أو حاجة كده، حاجة زي كده لأسرة جان، ومش عاوز تساهم فيها، خلاص ماكش يعني ما تساهمش، انت حر، شكرا، ما حدش طلب منك حاجه يعني، ما حدش بيضرب حد على ايده. احنا بنقول احنا بنعمل اللي بايدينا. انا لو اقدر اقوم بالدور ده لوحدي او انت لوحدك او اي حد لوحدك كنا عملنا كده من سكات يعني، لكن احنا يعني غلابه يعني ما نقدرش لوحدنا نعمل حاجه زي كده. فالواحد بيقدر يعمل اللي عليه، حتى انا ما ساهمتش اي مساهمه ماديه يعني، صعب شويه عليا، لكن على الاقل يعني اقل حاجه يعني بشارك، بطلب من الناس ان هي تقدر تدعم على قد ما تقدر يعني، مش كتير يعني، مش كتير، وده مش حاجه يعني ولا حاجه يعني. احنا مش بنشحت يا احمد، صحيح؟ لا خالص. هو اولا هو احنا مش عيلة جان يعني، هم ما طلبوش حاجه الناس، احنا اصدقاء وعندنا احساس كبير جدا بمسؤوليه يعني تجاه الاسره دي، لان عائل الاسره ديت ياما قدم كتير وكان بيضحي فعلا بوقته عشان خاطر رساله احنا بنحبها وبننتمي ليها يعني. واحنا مش بنطلب الدعم غير من الناس اللي بتدعم نفس الرساله بتاعتنا وعندها نفس الهم ونفس الامتنان لجان يعني. هو اللي عايز بقى مش مقاطع الحمله دي او مش عايز يقدم حاجه هو حر، شكرا برضو، مش عايز يعني، مش عاوزين حاجه من حد يعني. طبعا هذا حاجة اختيارية مش غصبا. لعلمك أحمد والجميع السادة المشاهدين أنه أنا بالزور يلا قدرت أقنعها، كانت فراف وعندها نفس طبيعة زوجة المرحوم، عنده عزة نفس أنا ما شفتها، لأن أنا كنت معاشره لجان وأعرف طبيعته يعني. مرات للمزح يعني كنت أعرض عليه أنه اسمع مثلا اللابتوب شوي خربان او شيء، اقول له يعني ابعث لك فلوس ولو على سبيل الدين لانه اعرف ما راح يقبل، فقلت له على سبيل الدين، وقال لي اذا حكيتني مره ثانيه عن هذا الموضوع حزعل منك وخلص يعني تخرب العلاقه بيننا يعني. كان عنده عزه نفس فظيعه يعني. ونفس الشيء زوجته نفس الشيء، لما عرضت عليها رفضت رفض بات، بعدين كان بعده أول يوم، لكن كلمت صديقتها وقدرت ثاني يوم أو ثالث يوم أقنعها أنه هذا الشيء إحنا أصدقاء ويسووه عن طيب خاطر وليس غصب، واللي يقدر عليه يتبرعوا. فالصراحة العائلة كلها عندها عزة نفس ما شفته قليل، شفته على قليل من الناس، وهذا الشيء يحمدون عليه يعني. عاش رجلا وبطلا وراءه مثل ما يقول اخت رجال يعني، تركت وراها وهي مهتمة بأولادها، وراح تكمل الحياة وتكمل ما بدأه زوجة الفقيد. وطبعا هذا شيء تكون مشكورة، وهي ما مجبورة، لكن هي ماشي على نفس النهج وراح تربي بناتها مثل ما حب جان، مثل ما هي تحب يعني أكيد. وقمة الأخلاق هم الناس اللي لا دينين، أنا أشوف برأي يعني، يعني مو معناته الديني ما عندوش أخلاق، لا، أنا أشوف اللا ديني لأنه متحرر من الأديان فيحكم ضميره وإنسانيته في كل شيء، وهذا الشيء اللي يميزنا عن الباقين برأيي. فراس حبيبي إذا حبيت تضيف حاجة على اللي حكيناه الآن تفضل.
فراس اعتقد فراس ما موجود. اوكي تفضل سال، رفع ايده سال، تفضل حبيبي. ويلا بس حبيت اذكر لانه انا قرأت بعض التعليقات من بعض المؤمنين طبعا المسلمين وغير المسلمين، لكن بس بصورة عامة بغض النظر عن المؤمن او غير مؤمن او ديني او لا ديني ولا هكذا، من هو الذي يتشفى بالموت؟ من هو الذي يشمت بالموت فعلا؟ يعني غير فعلا يكون الاخلاق الواطية، التعاليم المنحطة، هو طريق احنا كنا رايحين في هذا الاتجاه شئت ام ابيت. المؤمن مثل ما واحد ذكر، يعني لحد الآن أتذكر واحدة من التعليقات غاية في الغباء، يقول نحن المسيحيين والمسلمين واليهود سيكون لنا شأن وأنتم ذاهبون للجحيم، يذكر بهالطريقة. يعني ما مدى التعاليم الوسخة اللي عندهم، لا أعرف يعني شو خلفيته، بس بصورة عامة ما هي التعاليم اللي تحثك على التشفي بموت شخص ما وأنت ذاهب لنفس الطريق؟ أبوك وابنك وصديقك الكل ذاهبون بنفس الطريق لنفس المصير. ومثل بس حبي أتذكر أوصي على شغلة ذكر أخوي أبو الحكم، طبعا زوجة الفقيد رفضت رفض قاطع أي مساعدة، واللي ذكر أنه يشحته، طبعاً المسلمين معروفين بالشحت على نطاق الكرة الأرضية، أنا أشوفهم هنا يشحتون 24 ساعة على مساعدات وفود ستامبس، المواد الغذائية والمالية، وحاطين الخنجرة في ظهورهم حتى يطعنون الغير. هو مش شحت بالمرة، على العكس إحنا عملنا حملة لدعم هذه العائلة، that's it. وبعدين لشخصك أنت اللي يعجبك هذا الأمر والذي لا يعجبك، بإمكانك scroll up or down وبإمكانك تقلب وجهك وتروح. لكن التعاليم الوسخة وخاصة التعاليم الإسلامية، لأنه نبيهم ودينهم يحثهم على كراهية الآخرين أحياء كانوا أم أموات. وطبعا يذكر هنا رسول الإسلام اللي حتى ما طلب المغفرة على قبر أمه آمنة بنتها. So anyway, هذا مواضيع أخرى، بس الإنسانية يا قوم، الإنسانية تجمعكم. نحن لا نتبرع لجان انتهى الصراح جسد، ولمساعدة طفلتين صغيرتين وزوجة اللي تركهم، هو كان مخصص معظم وقته لدعم الأفكار الحرة، هذا هو فقط. وشكرا مرة أخرى. شكرا سال. طبعا اللي كل واحد عاوز يقول شيء خلي يقوله، احنا ما بتفرق معانا، احنا عارفين شو نعمل، والرقم الحساب واضح انه لزوجة اخونا جان، والرقم الحساب لاقاربهم. وانا اول باول كل يوم بيوم يقولوا لي وصل كذا، وصل من فلان كذا، وصل من يعني اعرف ادق الامور عن التبرعات. وانا ايضا رفضت رفض تام، مش لاني مش اهل لهذا الشيء، لا، لكي ازيح ولو 1% من افكار الناس. اذا فكروا حطيت بحساب سال او احمد او فراس او حسابي او حساب اي شخص اخر، يفكروا انه احنا عندنا غرض معين. هذا هو موجودة زوجة جان، تبرعوا مباشرة. فراس، ما اعرف انت النقاش اللي جرى الان تحب تضيف عليها شيء؟ طبعا في فكرة مهمة جدا، انه احنا كلياتنا بنقبض من الماسونية العالمية، هاي نقطة مهمة جدا. فاحنا مش بحاجه تبرعات، يعني لانه الماسونيه يعني ايش كتر خيرها، بتعطينا راتب شهري، هاي شغله معروفه طبعا، والصهيونيه العالميه ومين كمان والفضائيين بيعطونا فلوس لحتى نتآمر على الاسلام، فمش محتاجين احنا اي نقطه مهمه. خش من الفضائيين خالص، ما تقوتش، هو الماسونيين والصهيونيه ما حد خد حاجه من الفضائيين.
صح فضائيين مقصرين معنا شوي، بس المهم يعني المؤامرة الكونية بنقدر ناخذ يعني لحتى سخيف. كلام سخيف جدا يعني. احنا معروفين انه في الناس كلها مش سوية وحدة ماديا او اي شيء، يعني في انسان مثلا قدرته المادية اكثر من انسان، اقل من انسان الى اخره. ومعروف انه احنا اناس اصلا رفضنا الدين لاجل كرامتنا ولاجل عقولنا ولانه بنحترم عقولنا، يعني بدنا نرخص حالنا كرمال الفلوس. هذا كلام سخيف. نحن ناس عندنا كرامة، وفي ناس يعني بعض الناس قدرتهم المادية ضعيفة وعندهم مثلا ضائقة او مشكلة بامر ما، فمن الانسانية ومن الامر العظيم جدا خاصة انه احنا بنحبه لجان وهو صديقنا انه احنا نساعد عائلته اللي ما لهم ذنب من بعده، وخاصة انه هو انسان اصلا صرف كثير من وقته كثير من جهده لاجل قضيته لاجل مبدأه. ألا يستحق هذا الشيء؟ يعني هذا كلام سخيف يعني. لا طبعا يستحق. فيعني يعني مش شايف اي مشكلة في الموضوع يعني. هذا الامر على فكرة مشرف جدا يعني، فعلا هذا امر مشرف جدا انه احنا بنوقف مع بعض بنحس ببعض بنساعد بعض، وهذا الشيء اصلا دليل او 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 شيء هذا دليل على المؤمنين والمتدين والمسلمين خاصة، اللي هم دائما بيقولوا لنا انتوا ما عندكم اخلاق، الحرب بيجعلكم عدميين، ما بتحسوا باي حدا، ما مش عارف ايش. هذا كله كلام فارغ، وهي قدامكم على ارض الواقع. احنا ناس دائما بنحس ببعض بنوقف مع بعض وبندعم بعض وراح نضل هيك، وانتوا ضلوا يعني نباح الكلاب يستمر والمسيرة تستمر على كل حال. شكرا. شكرا شكرا صديقي فراس. سامي إذا حبيت تضيف إلى هذه النقطة، وهل دعم اللي نقدمه لأخونا جان مشروع ولا لا؟ نبينا سامي بيقبض من الكنيسة الغربية. عندك ميوت نبينا، عندك ميوت نبينا، عندك ميوت نبينا. سامي مش سامعينك. والله إذا نبينا مش موجود أنا لازم أترك، بس حبيت أسلم عليكم جميعا، شكرا على كل شيء. ومثل ما ذكر إذا نبي سامع عند ديانة جديدة، أنا أول المؤمنين بهذه الديانة، وديانة حرقان وديانة أبو الحكم، أنا أحد الصحابة المبشرين بالسعير أو بالجنة. فشكرا لوجودكم. I love you guys. تحياتي للجميع، والمجد والخلود لأخونا الحبيب جان برو ولذكراه العطرة. شكرا لكل الإنسانيين الأحبة. تحياتي يا شباب. شكرا أستاذ، شكرا حبيبي، شكرا لحضورك. نبينا سامي إحنا لحد الآن مش سامعين صوتك. أنا سامعيني؟ نعم 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 تفضل. المعذرة المعذرة، كنت أستمع للآخرين فانقفل عندي. بطبيعة الحال إحنا نرد لعائلة المرحوم جان الجميل الذي قام به صديقنا وعزيزنا المرحوم جان. وعلى فكرة أخي جان لا هو أستاذ جامعة ولا دكتور ولا وزير ولا رجل أعمال ولا شيء، هو كان رجل سائق لتاكسي وقدم للبشرية أكثر مما قدم هذول أصحاب المناصب، وكان يأخذ من وقته ووقت عائلته لينور الناس. أضعف الإيمان أنه ندعم عائلته ماديا ومعنويا، وهذا من واجبنا. هم لم يطلبوا شيء، ولكن هذا واجب إنساني من طرفنا. وتعرف أنه رد الجميل هو من كرم الأخلاق، يعني هذا أضعف ما يمكن أن نقوم به. وآمل أنه جميع اللي يستمعوا لي من أصدقائي ومعارفي وقرائي أن يقدموا أقل ما يمكن أن يقدموه، أو بطبيعة الحال أكثر ما يمكن أن يقدموه لمساعدة هذه العائلة التي تحتاج مساعدتنا جميعا. هذا كل ما أريد أن أقوله، وأشكرك على هذه الحلقة الجميلة التي جمعتنا. شكرا نبينا. عاوزك تقول كلمة أخيرة
توجهها لزوجة أخونا وحبيب نجار. أختي الفاضلة، أنا لم أعرفك ولا أعرف اسمك إلا اللهم بعد ما تم نشر حسابك. أتمنى لك أن تصبري على المصيبة التي حلت بك، وأن تتشجعي، وأن تعرفي أن لك أخوة وأخوات في كل العالم. نورهم زوجك جان، وسيبقى في ذاكرتنا كما ستبقي في ذاكرتنا أنت وطفلتك. وعلى فكرة أنا كنت أشوف بناتك على بحضن زوجك، وأتذكر كلامه: يا أخي بناتي كثير طلبات، عايزين اللي يمر على دكانا عايز ده وعايز ده وعايز ده، وأنا من وين أجيب؟ يعني فعلا كان رجل فقير جدا. فأرجو يعني دعما لهذه الطفلة، لهاتين الطفلتين، أن تقوموا بالواجب. تعزي إذن أختي الفاضلة، وأنت دائما في قلبنا. شكرا. كان فعلا ليس غنيا، ولكن كان غنيا في كرامته، غنيا في عنفانه، غنيا في أفكاره وفي كل شيء، غنيا في أخلاقه، وهذه أشياء يحمد عليها، ونتمنى يكون فيها كثير من الناس ولو يكون عندهم شيء من أخلاق جان. أحمد حبيبي، عاوزك تقول كلمة أخيرة لزوجة حبيبنا جان. زوجة البطل الفقيد جان يعني لها يعني يعني لم نكن نعرفك أو لم نعرفك أو نتحدث إليك، لكن نعلم من جان دائما أنك امرأة عظيمة، ودائما ما كان يتحدث عنك باحترام وإعزاز وحب. ف يعني كل الوفاء لهذه الأسرة الكريمة، ونتمنى وأن يعني تتجاوزوا المحنة ديت ونتجاوزها كلنا، وتقر عينك ببناتك، وأيضا أتمنى لكم السعادة دائما يعني. شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا حبيبي. أكيد الكلمات هذه راح توصل إلى وتشجع على الموقف، الحياة ما بعد جان أكيد راح يساهم في رفع معنوياته، الكلمات اللطيفة الجميلة اللي تتوجه لها. شو تقول فراس لكلمة أخيرة لرانيا؟ راح أتركك بالآخر باعتبارك من أخت لأخت راح تتكلمي. تفضل فراس. أوكي. هلا بس بحب أقول شيء ما بعرف يمكن الناس ما بيعرفوه، إنه ابتداء لما عرضنا على زوجة جان الموضوع هي رفضت وكانت متضايقة جدا حقيقة، وهي يعني من عزة نفسها إنه لا ما بديش كذا وإلى آخره، ولكن قلنا لها هاي مش هو الحكم قال الكلام ده؟ هي مش لأجلك، مش عارف صراحة إذا قال هالكلام أو لا جان يعني أبو الحكم، بس بنحب نقول إنه هي من عزتها وكرامتها يعني حاولت قدر الإمكان إنه لا، ولكن قلنا لها هاي مش إلك، هاي لجان، هاي لأنه جان صديقنا، لأنه جان إنسان قدم كتير، هاي لأنه جان يستحق، هاي لأجل بنات جان، هاي محبة مننا. وإيش ما فيهاش أحمد حرقان عم يزعجني في الحلقة كتير، المهم فبحب بحب أقول لك إذا عم تشوفي هاي الحلقة يعني بيمون عليك، بيمون عليك لأنه بيحبك. لا ما فيش مشكلة، أنا واحد شاك يعني أي واحد يحبك يصير يمزح معك. لا أنا وأحمد ما فيش بيناتنا، المهم فبحب أقولها إنه العزاء لك وكوني قوية، وجان عنده أخوة كتير، وبالتالي أنت عندك أخوة كتير، وبس شكرا لك. كلمة جميلة، عندك أخوة كثير فعلا، إحنا كلنا أخوانك،
اللي أصغر منك واللي أكبر منك ودائما معاك بهذه المحنة، وأي شيء تحتاجي إحنا موجودين وبرسم الخدمة مثل ما يقولون. طيب رانيا، شو الكلمة الأخيرة اللي تحبيها لأختك زوجة فقيدنا الغالي؟ أنا أحب أقول زوجة الفقيد أنه نحن كلنا معك، أنت لا تتصوري كم من محبين لجان موجودين، وهذا الشخص يعني الطيب الصادق يعني اللي كل الناس تحبه، يعني مستحيل أنه شخص يشاهده لا يحبه حتى لو كان مؤمن، يعني طيبة قلبه بصدقه بعفويته، يعني هو دايما حيبقى في ذاكرتنا ولا يمكن ننساه، وأنه نحن سعيدين جدا أنه هذا الشخص كان موجود بحياتنا. ومن أخت لأخت أحب أقولها كوني قوية، والحياة يعني ما زالت طويلة قدامك، وهو يعني في عمر قصير هذا أعطى كثير شيء من الناس عاشت حتى 100 سنة. يعني العمر ليس بعدد سنوات، لكن العمر بالكواليتي، نوعية الحياة، وهو كيف يعني عمل كثير اشياء واحد يعني مستحيل يعملها. يعني هو ضحى ساعات وساعات، يعني عمل اكثر من 400 حلقة او شيء، يعني ضحى بكثير وقت كان ممكن يعيشه مع زوجته واولاده بالبيت مشان يعطيه لهدف معين اللي هو توصيل رسالة الحرية. مشان هيك لازم تكوني كثير كثير سعيدة بالشيء اللي عمله، ولازم تكوني يعني واعية أنه أنت تزوجتي شخص عظيم، ولن ينسى أبدا هذا الشخص، ورسالته ستبقى دائما بقلوب ألاف الناس كما قال أخي، وليس ملايين حتى، في جميع أنحاء العالم. ويعني هو بطل من أبطال الحرية والتوعية، وسوف يبقى دائما هكذا. فلتكوني قوية، يعني الأيام تسعدك، أتمنى هذا الشيء. ولبناته أتمنى كل الخير، أتمنى أنهم يكبروا متحررات فكريا، أو يكونوا سعيدات في حياتهم وما يحسوا بنقص أبدا. أنا أتمنى أنه نحن دائما نكون مقربين من هذه العائلة لندعموا هذه البنتين، لأنهم بعدهم في عمر صغير. شكرا لهذا الكلام الجميل رانيا. طبعا كل الأصدقاء جان هم أخوانك، وكل البنات أخواتك. وأنا أقول لك هذا الكلام، أختنا زوجة الفقيد ست وفاء، نقول لك انه كلنا معك وراح نتابع، وانا اكيد راح اتابع معك اول باول احوالكم واموركم. واخونا يسري ايضا موجود، يعني اعتقد في مانع خلاه ما يحضر الحلقه اليوم، بس راح يكون بدلا عن جميع الاصدقاء باعتباره عايش في لندن، راح يكون موجود بالجنازه، راح يخبرنا شو صار معه، وراح احنا نحكي نخبر الباقين ايضا. طبعا وانا ايضا يعني اشيد على كلام وكمل كلام نبينا سامي، انه انا ايضا لم اعرف ولم اتكلم مع الاخت وفاء نهائيا، لكن كنت اشوف بناته لما يقعدوا معه ويمزحوا، لكن انا متاكد يعني أول ما رح هي تكمل مشوار وهي قد المسؤولية. وأنا أول مرة تكلمت معها لما بلغتني بوفاة جان وأم فاضلة، وأنا أتمنى لها أنه تكمل المشوار وتدير بالها على بناتها، هي الآن الأم والأب في نفس الوقت. وأكيد نحن نوعد
جان وروح جان إذا كان موجود روح راح نكمل المشوار ولن نستكين ولن نتوقف نهائيا لأن هذا اللي بدأه هو إحنا مؤمنين به وراح نكمله مثل ما هو كان يحب وكان يتمنى وكان يقول لي أرجع أقول اللي ما سمع هذا الكلام كان يقول لي تقول له يا جان أن إحنا مش راح نشوف التغيير الكامل ونهاية الإسلام يمكن أجيال اللي بعدنا كان يمزح معي ويقول لي اتكلم عن نفسك يا ختيار أنا راح أشوف هذا اليوم مع الأسف ما شافه وحتى لو إحنا ما شفناه نتأمل الأجيال القادمة راح تشوف هذا اليوم غرضنا هو نهاية الخرافة الأديان والإنسانية هي التي تجمع والأديان هي اللي تفرق الشعوب فنتأمل إنه كل اللي نعمله ما يروح سدى وأكيد نحن على نهجك يا جان وأنت في القلب وأنا أتذكرك كل يوم ولا أنساك لا يوجد يوم لا أتذكرك فيه وأنت في القلب وعائلتك هي عائلتنا وزوجتك هي أختنا وبناتك هن بناتنا وإحنا راح نكمل اللي أنت بديته أنا طبعا ما عندي شيء أحمد إذا ما عندك شيء كلام آخر تقدر تنهي الحلقة شكرا للجميع اللي ساهموا معنا في التكست والمشاهدين واللي اشتركوا معنا بالحلقة فردا وفردا وإلى حلقات أخرى انتظرونا أنا وفراس ومؤمل أنه يكون معنا الليث في حلقة هذا الأسبوع في حلقات مستمرة من قناة إجر مستمرة وراح نكمل هذا القناة لن تتوقف ولا صفحات الجار بالإلحاد أو بقية الصفحات اللي موجود فيها أخونا جان نحن من ورائك أخونا العزيز الحبيب شكرا باي باي تصبحون على خير شكرا جان